في السجن 14 سنة ظلم! ظلم! وأنا برضو استحملت وحياتي اتغيرت بسببك. رشيد السيد أمين، الواد ده قتل ولا لا؟ افتح يالا! الواد ده السجن بدله، طب عايز زي زمان. بتيجوا تدوروا علينا ليه؟ رشيد ده عمره ما يعمل لي، احنا خصومه كبيره. رشيد ده ابني اللي ما خلفتهوش. انا عدلته، انا قاتل بليس فايجي. لسع لسعته وطار. انا عايزك تنسى كل اللي فات. شكلك مش حسن خالص. ولا رشيد. رشيد على NBC مصر وشاهد رمضان يجمعنا.